يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هناك عبارات بدئ فيها توضع على ظهر السيارة من مثلها: فداك أبي وأمي يا رسول الله، هل هذا النداء جائز يا رسول الله؟ ما هم لا يقصدون بهذا الاستغاثة حتى يكون هذا محرما، إنما يقصدون الاستحضار، مثل ما نقول في التشهد: السلام عليك أيها النبي، السلام عليك أيها النبي، هذا من باب الاستحضار لا من باب المخاطبة كأنه بيننا أو كأنه حاضر بيننا، إنما هذا من باب الاستحضار الذهني كما يقولون. نعم.